السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. يا شيخ أنا اسمي سهام. لا داعي لمعرفة الاسم. لا تحدثي باسمك على الفضائيات فهذا خلاف الأفضل والأكمل. تفضلي يا أختي. حاضر يا شيخ. أنا حامل في الشهر التاسع. نعم. وأنا أعرف أن المرأة الحامل لما تلد طبيعيا بدون تخدير نصفي فلها حسنات كثيرة ويغفر الله لها كل الذنوب. فماذا تنصح يا شيخ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر؟ هل يتم تخدير نصفي ولا أحس بأي شيء أو يعني ألد طبيعيا؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قولك إن المرأة إذا ولدت غفرت لها كل الذنوب، إذا ولدت ولادة طبيعية دون تخدير غفر لها كل ذنب، فهذا لا أعلم له مستندا، لا أعلم مستندا للقول القائل بأن المرأة إذا ولدت كفرت عنها كل ذنوبها. نعم الولادة ألم، والألم يحط الله به الخطايا ويحط الله به الذنوب، لكن هل كل ذنب يحط ويغفر بسبب ولادتها؟ ليس هذا مما فيه نص، لا أعلم نصا على هذا. لكن عموما إذا كان التخدير سيذهب بعقلك فلا تفعلي، إذا كان تخديرا موضعيا لجزء من الجسم والعقل حاضر فلا بأس، والله أعلم.